البيت اللي لا توقع فيه بيت سعيد. المجتمع الذي لا توقع فيه مجتمع سعيد. النفس اللي لا توقع فيها نفس سعيد. الحروب منين تبدأ؟ من التوقعات، يعني هذا منشأ من مناشئها المهم. المشاكل العائلية من أين تبدأ؟ من التوقعات، يعني هذا منشأ من مناشئ. الطلاق من أين يبدأ؟ الآن الطلاق المجتمعات الإسلامية نسبة الطلاق في تصاعد رهيب فيه. منين تبدأ؟ من التوقعات. أنت تتوقع من صديقك، صديقك لا يؤدي هذا التوقع، العلاقة تتوتر وتنقطع وتتحول إلى حرب. الرجل يتوقع من المرأة، المرأة، إحنا يجب أن نعرف أن الرجل يمثل منظومة فكرية والمرأة تمثل منظومة فكرية ثانية. المنظومات الفكرية مختلفة. الرجل يتوقع من المرأة أن تكون رجلا، المرأة لا يمكن أن تكون رجلا. المرأة تتوقع من الرجل أن يكون امرأة، الرجل لا يمكن أن يكون امرأة. المنظومة الفكرية مختلفة، التركيبة النفسية مختلفة، الحالة البدنية مختلفة. باختلاف هذه المنظومات تبدأ التوقعات. المرأة لا تلبي توقعات الرجل كما يفكر، الرجل لا يلبي توقعات المرأة كما تفكر، تبدأ المشاكل. مو فقط في الحياة العائلية، حتى في الحياة الاجتماعية. صديقان، التوقعات تقطع علاقة 30 عام. هذا غير المشاكل النفسية اللي تترتب على ذلك. إذا واحد ما عنده، قد أحاديثنا اللطيفة حقيقة. القناعة، واحد قانع ما عنده توقع. إذا دخلتوا إلى مجلس ما تتوقعون واحد يقوم لكم، واحد ما قام لكم. لا يحدث في داخلكم طوفان، ليش واحد ما قام؟ أنتم ما تتوقعون ذلك. إذا توقعوا تعتبرونه، إذا قاموا لكم تعتبرونه فضلا منه. تفضل. حقيقة واحد إيش قد يرتاح إذا يربي نفسه على هذه الحال. بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما بيت لا توقعات فيه.